السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايبي الحلوين. النهاردة هحكي لكم قصة جميلة جدا جدا عن الأمانة. يلا بينا نشوف القصة فيها إيه. كان حسان تاجرا أمينا، وكان الناس يأتمنونه على أموالهم وممتلكاتهم، وكان له جار لئيم كاذب وسارق لا يؤمن مثل حسان. وذات يوم أخذ حسان عقدا ثمينا من امرأة ووعدها أن يحفظه لها حتى تعود، فأراد جاره أن يخزيه فمد يده وسرق العقد ورماه سريعا من النافذة نحو البحر. في الوقت الذي رفعت فيه سمكة كبيرة رأسها وفتحت فمها الكبير، فابتلعت العقد ثم غطست إلى الأعماق. لم يشعر حسان بما حدث، بل ظل يعمل على مكتبه حتى جاء وقت عودته إلى البيت. فلما نظر إلى مكان العقد ولم يجده حزن حزنا شديدا، لأنه عرف بأنه لن يستطيع أن يرد الأمانة لصاحبتها. وعندما وصل بيته حكى لأهله عما حدث، فحزنوا لحزنه، ولكنهم طيبوا خاطره بأن الله سبحانه لن يتركه في ضيقه أبدا. وفي اليوم التالي اشترى حسان سمكة كبيرة من السوق، وطلب من البائع إرسالها إلى أهله ليعدوها على العشاء، وذهب إلى عمله كالعادة. وعندما جاء وقت الظهر ذهبت إليه ابنته الصغيرة وهي تبتسم، وعرضت عليه العقد الثمين الذي وجدوه في بطن السمكة، فشكر ربه لأن هذا العقد هو نفسه الذي ائتمن عليه وسيرده إلى صاحبته، وقد حفظ الله له أمانته وصدقه. أما جاره فلما رآه يعيد العقد إلى صاحبته تاب وصار مثل حسان أمينا يرد الأمانات إلى أصحابها. اتعلمنا ايه حلوين من القصة الجميلة دي؟ ان حسان كان رجل صادق وامين، الناس بتأمنه على ممتلكاتها وعلى الاشياء بتاعتها عشان يحفظها ليهم، لانه امين مش بياخد حاجة مش بتاعته. فجاره اللي كان وحش دوت وحابب يأذيه وعايز الناس تقول عليه ان هو مش بيرد الامانة وان هو وحش، عمل فيه الخدعة وخد العقد ورمى في البحر. جت بعد كده السمكة بلعت العقد دوت، وحسان كان بيشتري سمكة عشان ياكلوها، زوجته وهي بتنضف السمك لقت العقد جوه السمكة. عشان كده ربنا كافئ حسان عشان هو أمين وصادق، وصديقه أو جاره اللي كان وحش أما لقى ربنا واقف مع حسان وبيساعده وبيكافئه إنه هو إنسان صادق وأمين، تاب لربنا وبقى أصبح مثل حسان. إحنا نتعلم من كده إن إحنا نكون صادقين. أما حد ماما تقول لنا مثلا مين اللي عمل الحاجة الفلانية، لو أنا اللي عملتها أقول لها أنا يا ماما اللي عملتها، ما يعني نكون صادقين. أما حد يحملنا أمانة، صديقي في المدرسة قال لي خلي معاك القلم بتاعي دوت هاخده منك بكرة، ما تجيش أنت بكرة تقول له لأ أنا ما خدتش القلم، لأ بالعكس كده خطأ وحرام. المفروض ان احنا نحفظ الامانات ونردها الى اهلها. وبكده تكون قصتنا الجميلة عن رد الامانة خلصت النهاردة. استنوني في قصة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.